لو كنا ساكنين لحالنا انا وياك كنا نمنا بارض ديار وما حدا خنقنا بهيك اوضه اللي مثل القبر. الله يسامحك للطوف، هلا اوضتك مثل القبر. ايه مثل القبر، ايه ما عم بقدر اخذ راحتي فيها لا بالنوم ولا بالقعده، وما عم بقدر اتفرح ابن عمي. ومين ماسكك؟ ما تاخدي راحتي؟ شلون بدي اخذ راحتي واخوك ساكن معنا بالبيت؟ ايه والله ابن عمي ما عم بقدر افتح الجلاله لخوفي يشوفني بالقرعه. بقى شلون بدي البس لك الاواعي اللي فصلتهم من شانك ابن عمي؟ ايه ما صار شي للطوف، كل ليله بيصير لي روب من تبعاتي مشان اشوفهم شلون بيطلعوا عليكي. لا تخجلني ابن عمي. ايه دخيله الخجلان من ابن عمه انا. انا رايح على الشغل. يلا يلا. تفضل ابن عمي. يسلم ايديكي لطفيه. شو جاي على بالك تاكلي اليوم لطفيه؟ وانا شو دخلني؟ يلي بتقول عليه امك انا باكله غصب عني. يعني ما جاي على بالك تاكلي شيء هيك براني غير الطبخ؟ هيك ولا هيك؟ مثل شو ابن عمي؟ فستو، لوز، بزر، عسل يا عسل. مثل ما بدك ابن عمي. تكرم عينك. واحلى تشكيله فواكه لاحلى لطوف. الله لا يحرمني منك يا حق. جميلة! لك يا جميلة! لك ايه شبك ما بتخلي حدا ينام. لك حاجتك نوم يا خمخومة. ايه دخيلك لاحقين على الشغل. هي يلا انزلي غسلي وشك وتعي ساعديني، خلينا نخلص شغل على بكير. هلا صرتي فالحة يا بعدي. صباح الخير. صباح الخيرات اختي. بدك شيء لطفية؟ رجع صار معنا ابن عمي. طب شوف شو بصير معي، يلا بخاطري. مع السلامة ابن عمي. وين راحت هي؟ راحت على أوضة نومة تقبريني، لك حتى صباح الخير ما قالت لنا. وانت بدك تساعدنا بشغل البيت عروس الهنا؟ لك شو بدك فيا؟ يا مو اجا اخوك يا عصام. وين همك؟ فوق بوضتها. يا مو ها طلعت من الان تبعها. جاي تفطر معنا ابن عمي؟ لا راجع على الدكان. لك يا مو. نعم يا مو. بيقول لك ابي لا تروحي لبيت خالي ابو قاسم. هو هيك قال لك؟ ايه يا مو. قل له أمرك مالي رايحة. بدك شي يا مو؟ قل له ما ينسى يجيبه معه. مين هو؟ هو بيعرف. حاضر يا مو. خليك عنا ابن عمي. ما بقدر لطفية ما بقدر. مع السلامة ابن عمي. شو لوين لطفية خانم؟ شرفي حطي ايدك معنا بشغل البيت. شوفي جميلة أنا ما حدا بيأمرني بهذا البيت، أنا بعرف شغلي لحالي. وشو صار إذا ساعدتينا شوي؟ إلك جمعتين ما مديتي إيدك على غرض بهالبيت. قلتلك أنا بعرف شغلي لحالي، فهمتي؟ لا بتعرف شغلها والله. لك أختي شو بدك فيها للمخلوقة؟ اتركيها بحالها. شلون شو بدي فيها؟ شو نحن خدامين إلها؟ عم نطبخ وننفخ ونغسل أواعي وهي قاعدة بأوضتها على طاحنك وتفصيص بزر. جميلة. نعم يا مو. بلا حكي ماله طعمة. يعني عاجبك هيك يا مو؟ قلتلك بلا حكي. حاضر. يلا كل وحدة تروح تشوف شغلها. عدمني ياكي يا فريالي، عدمني ياكي يا ليش 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 بقى؟ لك ما أنا من طول الليل وأنا عم فكر باللي عملتي. بشو؟ هاي عملت عملية لك مقوصة. يو 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 لك أنا عملت. شوفي ولي
إذا بدك يانا نضل صحاب لا تقربي نحسوعات وخليكي محاط طوي. أيوة شو بلاقيك عم تحامي للست سعاد خانو؟ لك ما عم حامي لها، عم عاتبك لمصلحتك يا جدبي. والله اللي بده ينشف وشه فيي بده يسمع كلام ما يعجبه. لا انت زودتيها، لك شو عملت لك المخلوقة حتى تبهدلي قدام ضيوفها؟ ايه مثل ما هي بنت حسب ونسب وانا كمان بنت حسب ونسب. هلا اذا الزعيم قرايبك بدك تشوفي حالك عليها؟ بيقربني؟ الزعيم بيكون عمي، عمي اخو ابي امزكي. حتى لو كان ابوكي ما لازم تزعليها، ولازم تعرفي انه بنتك صارت كنتها. فشرت بعينها ما بتسترجي تعمل شيء، واذا حكت كلمه زحله مع بنتي لسان بدي اقص لها اياه. ايوه هلا انت بدك تقصي لسان سعاد خانو؟ لك شو نسيتي مين هي ومين اخواتها؟ بس لا تعدي وتكرتي، بعرف ان جوزها ابو عصام كبير الحاره واخوها ابو شهاب واحد من رجال عمي الزعيم وخدامه. نعم هلا ابو شهاب صار خدام عمك الزعيم؟ لا هلا صار بدك قص لسان مظبوط. امزكي لها شو هالحكي؟ لاني غلطانه معها وهي بهدلتك بدون ما تفتح تمها. من دون ما تفتح تمها؟ هي ما ردت لانها غلطانه وما قدرت ضيوفها. ولك ما شفتيها بعينك شلون عم بتأهل وتسهل كل نسوان الحارة وأنا ما عبرتني بكلمة حلوة؟ بس لأنه من وقت مفتي عم تمشي حالك بالزعيم وأخذ كل الحكي إليه. لك دخلك على شو شايفة حالك أنت؟ احمدي الله يلي الله بعت لك عصام لبنتك لطفية، شاب كله أخلاق وترباية وابن أكبر واحد بالحارة وبعدين ابن أصل من أمه وأبوه كمان. ايه ونحن كمان أولاد أصول. ايه قومي ساوي لي قهوة بدي أمشي. شلون بتحبي قهوتك؟ مرة مثل لسانك. لا على علمي بتحبيها حلوة كتير. لا هالمرة بدي اشربها مرة وعلى روحك كمان. خفيف دمك كتير مثل عقلي. يبليكي بحمة على هالراس اللي ناتع تيش وبدي اعذبك بحياتي. لك امسكي منيح، ما حلك تتعلمي، ما حل عم يعجبه شغلي بهالبيت. لك اشتغلي بنتم ساكت، مو معقول. شبك حتى نقارك بنقاري؟ شو لسه ما حطيتي الفطور؟ عم نستناكي مرتخي. ايه بلشوا لاني جوعاني انا. حبيبتي انتي روحي حطي الفطور، نحن عم نشتغل. ايه انا ما بعرف شي بهالبيت. الحقيني لكن على المطبخ حتى علمك كل شي وحاجتك نوم مرتخي. بلا حكي ما له طعمة جميلة. شو ما بدك تتعلمي شو منساوي بالبيت؟ بعدين بتعلم بكير. لك يا بنتي انتي صرتي وحدة منا وفينا ولازم تعرفي كل شي بهالبيت وتساعدي بنات حماكي. حاضر مرت عمي. يا مو دلال. نعم يا مو. الله يرضى عليك يا مو، خدي مرت اخوكي على المطبخ ودليها على كل اطرميزات المونه وعلميها على كل شيء بنعمله كل يوم. ايه على عيني يا مو. يلا مرتخي تعي معي. يا مو جميله. نعم يا مو. لسانك ما بدي اياه يتطاول على مرت اخوكي. بس يا مو نحن. خلاص. حاضر يا مو. روحي ساعديهم وما بدي اسمع مناقرات، راسك بكسر لك يا فهمتي؟ يبعت لحمة هديك الساعة. يلا فوت يا مو فوت. لطفية خليكي بالمطبخ. ايدك يا مو. ليش راجع لكي؟ والله ما في شغل يا مو، معلمي صرف كل الشغيلة. ولأيمتى بدها تضل هالحالة؟ ما بعرف يا مو، هو هيك على طول الشغل بيدقر وبيمشي بيدقر وبيمشي. خير ان شاء الله. امرق لعند الخضري واساله على شو موصي ابوك. ايه امرك يا مو امرك. يا مو معتز امرق لعند الفران شوف ليش لهلا ما بعت الخبزات. ايه بيصير يا مو بيصير. والمعمود اللي بتعمله امي عاصي وحده تقدر تعمل مثله. شو معمود بينهدن ملوك. ما تاكلي يا مو. مو جاي على بالي. بكي شي يا مو؟ لا ما بني شي. قومي يا مو جميلة قومي افتحي الباب. مين؟ أنا الفران اختي جايبكم الخبزات. هاتون أخي. تفضلي. أمي فران بعت الخبزات. حطيهم بالمطبخ يا مو. وشو مكدوس بتعمل امي؟ بيطلع معها ابيض وما بتحشي الا بالجوز الاشقر من بعد ما تصفيه من ميته. دلال قومي ضبي السفره انت ومرت اخوكي، فوتوها على المطبخ
علموها كيف تضب الاكل كل شيء بمحله. على عيني يا امو. قومي لطفيه. مع اني ما شبعت